انا عايز اطلق مراتي. فكان بصراحة انا متردد لاني معايا منها بنتين وولد. طيب ومتردد ليه؟ بص انا هقولك الحقيقة. احنا قاعدين هنا اصلا عشان نتكلم بصراحة ونقول الحقيقة. ماشي سكة ودوري كده من غير لف ودوران. انا على علاقة تانية بواحدة بحبها جدا وعاوز اتجوزها، بس المشكلة انها رافضة تكون زوجة تانية. وهي طلبت تطلق الاولى علشان توافق؟ لا حرام، هي ما طلبتش كده، بس يعني بس ايه، هي ما قالتش كده. بس بكل التلميحات بتقول كده. بالعكس، ده طول الوقت بتقول ان مش عايزه اكون سبب في خراب بيتك وعيالك، مالهمش غيرك. ايوه يا فندم، ايوه انا فاهم، لكن دي مجرد جمل معلبه بس لحفظ ماء الوجه. لكن الحقيقه ان علاقتها بيك اللي وصلت لحد الجواز، فهو ده في حد ذاته خراب مؤجل. طب اعمل ايه؟ انا حرفيا متعلق بيها جدا، مش عارف ابعد ولا عارف اخد القرار، وهي من رابع المستحيلات توافق على حوار الزوجه التانيه دي. بص، هو انت ممكن تخرب بيتك بكلمه علشان تبني بيت تاني. روح قول لمراتك انت طالق وهد الدور وادخل اللعبه الجديده وجرب. بس خلي بالك، قبل ما ترمي مين الطلاق على مراتك لازم تعرف حاجه. لازم تعرف ان في طلاق ظلم وطلاق افتراء. يعني ايه طلاق ظلم وطلاق افتراء يا استاذ محمد؟ طلاق الظلم انه يكون وقع عليك ظلم كبير من مراتك وحاولت تصلح وتعالج بدل المره 1000، لكن مفيش فايده. يعني مثلا لو مقصره معاك في واجباتها الزوجيه، ما بتحترمكش، بتطلع اسرار بيتك بره، مش امينه عليك ولا على العيال، متسلطه، مش عامله لك حساب، وغيره وغيره. فلو مراتك فيها كل الحاجات دي او ما شابه، وانت حاولت تصلح وتعالج وكل محاولاتك بقت بالفشل ومفيش اي استجابه، فهنا خدت قرار الطلاق وطلقت بالفعل. فهنا الطلاق ده اسمه طلاق ظلم، لانك طلقت علشان وقع عليك ظلم كبير وشديد من مراتك. اما طلاق الافتراء، انك تكون ظالمها وجاي عليها. الافتراء انها تكون مستحملاك ومستحملة إهمالك وغيابك وعصبيتك وعدم إحساسها بالأمان، ولسه بتشيلك وبتراضيك ومكملة وانت رايح تضربها في ظهرها بكل جبروت. ويعني الجواز التاني حرام؟ لا مش حرام، مش حرام، لكن الحرام انك تفتري عليها وتنكر خيرها ومجهودها ووقفتها معاك وفي ظهرك. الحرام انك عايز تهد اللعب علشان مش عاجباك وعايز تشتري لعبة جديدة. طب والحل؟ الحل انك تفكر بده، شغل عقلك، ما تخليش قلبك يسحبك لسكة آخرتها واضحة ومعروفة، واسأل اللي جرب. طب والحب اللي في قلبي الناحية التانية دي أعمل فيه إيه؟ دي مراهقة يا أستاذ، مراهقة والله. الحب اللي بالشكل ده لا يدوم. ياما علاقات كانت بدايتها حب وكانت نهايتها مأساوية. ما تفرحش باللعبة الجديدة مهما كانت جميلة وحلوة وبتبسطك، لأن في لعبة تانية في البيت هترفع إيديها للسماء وهتكلم ربها في ليلة من الليالي وتقول منك لله وحسبي الله ونعم الوكيل. اوعى اوعى تستهون بالدعوه دي. طب ما حضرتك برضه لسه ما قلتليش حل. الحل عندك، ارجع بيتك، بص في عيون مراتك وعيالك، بص لهم كويس، ركز في تفاصيلهم، مستقبلهم، حياتهم، وقبل كل ده نفسيتهم هتكون عامله ازاي. ولو ضميرك قالك طلق، اتفضل اتفضل طلق واخرب البيت بايدك، اتفضل، الباب يفوق جمل. لكن اعرف إن في باب تاني مفتوح لدعوة المظلوم والمقهور واللي كتافه تستحمل يشيل. شرف تاني.